قال إجهاد هناك إعجاب بالتجربة. هذا شنو خصنا نعملو؟ هذه مهمة، تجربة مهمة. هذا هو ما يسمى، هذه ما يسمى بسياسة عمومية. هذا ما يسمى بسياسة عمومية مؤطرة في إطار اتفاقية دولية لحقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة، وما يسمى أو في المادة 19 العيش الكريم والمستقل للأشخاص في وضعية الإعاقة. إذن هذا شيء مهم على المستوى ديال الإطار ديالو موجود، لكن على المستوى الأجراء ديالو هو غير موجود. وللأسف ماشي للأسف لا، بس على أن لاحظنا أن جميع التجارب هي تجارب مدعمة سواء من منظمات دولية أو من تعاون دولي. بالتالي هذا هو الواقع الذي حاولت أن نتلمسه ونتقاسمه معكم ومعكم. شنو هو الدور ديالنا كمجتمع مدني على أساس أننا نؤسس ونضع دعامات ونضمن مثل هذه السياسات العمومية اللي شفناها في شهادة وفي المنتجين الحي إلى سياسات عمومية دائمة ومستمرة. اليوم معنا الإخوان ومعنا منظمات أجنبية وإحنا سعداء، وهذه الأطفال وهذه العائلات فرحانين بهذه الإخوان المنشطين الميدانيين. لكن من هنا واحد سنة أو واحد ست شهور هذه المنشطين الميدانيين وقيلا غيبقاو مع الجمعيات ولكن بشكل تطوعي، وهذا ما غيكونش عنده طبعا اداء وما غيكونش عنده جوده وما غيكونش عنده قدوه في حال انه في اطار يعني منظم وممنهج. اذا المدخل طبعا خصنا مجتمع مدني قوي. واقع الحال لما كنظروا للمنظمات او للديناميه ديال المجتمع المدني العامل في مجال الإعاقة واللي بدا منذ البداية ديال البشرية طبعا في المغرب، على أساس أن كنا كنعرفوا غير جمعيات ديال الخدمات. هذا التطور هذا يعني اللي تقدم وتحول إلى جمعيات قدمت الكثير في مجال الترافق. والفترة ديال الثمانينات والتسعينات هي حتى دابا الفايد هي شاهدة على ذلك، وما قدمته هذه الجمعية لتطوير السياسات العمومية وضمان حقوق الأشخاص في وضعية الإعاقة. واليوم حنا قدام واحد التحول آخر وخطير جدا، اللي هو التحول إلى جمعية خبراء. اليوم لينا كنهضروا على الحقوق، ولكن أغلبيتنا لا نعلم ولا نعرف ولا لا نمتلك الخبرة لتنزيل هذه الحقوق على أرض الواقع، وبالتالي هذه التجارب منهم نتعلم على أننا كيفاش نحولوا هذا العمل هذا. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية هو واقع كاين هذه الجمعيات اليوم اللي تكلمنا واللي كيعرفوا تحول ايجابي. خصو على اساس اننا انا لاحظت ولا يمكن نقول ان ثلاثه ديال المستويات اللي خصنا نتكلموا عليهم. نتكلموا اليوم على واحد المستوى ديال التمويل ديال هذه الجمعيات. التمويل ديال هذه الجمعيات وعلى ان اغلب هذه الجمعيات كتجيب تمويلات ديالها من التعاون الدولي، وعلى ان الحظوظ ديالها في التمويلات العموميه هي ماشيه وهي تتقلص. والمؤشر الاخير ديال
ان اغلب هذه الجمعيات وحدها وحده من دول جمعيه الحمامه البيضاء اللي بدينا العمل ديالنا على منح بسيطه من الجماعات الترابيه اللي دعمت العمل ديالنا وتقدمنا به كثيرا. اذا ما يمكنش على اساس ان هذه الجمعيات اليوم اللي عندها كتشتغل بمتطوعين انها تخلص 20% ديال الضيفيه، ولا ان هذيك المتطوع اذا خلصت وفات 1000 درهم خصها تمشي ديكلاري به او تصرح به باش يخلص الضريبه. اليوم هذه الجمعيات هذه طبعا تمتلك الخبره وتمتلك المهارات، ولكن ما كتحاولش على انها باش تتملها او لا تكونطابيليزيها. اليوم هاد الجمعيات هي جمعيات تشتغل مع المواطنين وبقرب من المواطنين، ولكن هل هناك شي حاجه سميتها الحمايه الاجتماعيه لهاد المؤطرين وهاد الفاعلين الميدانيين؟ واش كاين حمايه امنيه وجسديه لهاد المؤطرين وهاد النشطاء على المستوى الميدان؟ طبعا الا اذا كانت الجمعيه تفكر فيه بشكل مشروع، وعلى ان نقول للناس انا اللي خصني نضمن لهم التامين ديالهم او نضمن لهم كذا، وبالتالي هاد الاعتبارات هذه تاخذ من ميزانيه الجمعيه. اذا في حين كنكون انا غنقدم واحد الخدمه اضافيه، الدوله تحد من العمل ديالي، وعلى انها كتعطيه من راسها، وبالتالي ان في عود كنت غنخدم جوج الاسر يمكن نخدم اسره وبالدراع. فبالتالي هذه المساله ديال الاطار المالي هو مهم جدا، لانه يعطي امكانيات للجمعيه على انها باش تصبح جمعيه فاعله. مساله اخرى هي في خصوص تكلمنا اليوم على التطوع. اذا واش كاين هناك اطار للتطوع؟ من هنا انا انتقل من هذا الجانب ولا بغي نقولوا المالي والجبائي الخاص بالجمعيات للقيام بالدور المنوط بها دستوريا الى واحد المساله اخر ديال الجانب نقولوا التنظيمي الحكماتي ديال هذه الجمعيات. اليوم الساعة يمكن كاين محاولات مع المجتمع المدني لاصدار قانون ديال التطوع والتطوع بالتعاقد. التطوع التعاقدي، واليوم خصو يخرج هذا القانون في اسرع وقت باش يسهل لنا مثل هذه المبادرات. بالفعل اليوم وحنا قدام قانون اخر ديال التمويل او ما يسمى بقانون الاحسان او جمع التبرع العمومي، الاحسان اللي كان يسمى بالاحسان العمومي. اليوم هذا القانون هو موجود، لكن انه كيوضع قدامنا مجموعه العراقيل كالجمعيات على انها باش تقوم بمثل هذه المبادرات او بمبادرة شبيهه. اذا اليوم الاطار القانوني اللي يعطينا الضمانات لهذه الجمعيات انها باش تحول بالفعل لذلك الجمعيات الخبيره التي تقدم نماذج الى الدوله والى الفاعلين المؤسساتيين للاخذ بها، يعني نوعا ما جد محدوده، ويجب الاشتغال كثيرا على هذا المستوى. اذا هذا الشق اللي ضروري اننا ما نفتحوا فيه النقاش وعلى اننا ما نعمقوا فيه النقاش، لان هذا العمل هذا اليوم ما اصبحش اننا مسموح لنا كجمعيات
لأننا نديروها في إطار الترف أو في إطار التسلية أو في إطار غير باغي ندير شغل. لا، يجب علينا أن ننتقل من هذا العمل العمل ديال الهواية أو العمل وتكات الإعاقة سوف يكون له ثمن سلبي على التنمية المحلية، وبالتالي أن هاد الأشخاص في وضعية إعاقة يجب أن يشاركون، ويجب على الجماعة أو المجتمع المدني أن يدبر وسائل للتواصل البديلة أو للتواصل حول المشاركة وتعزيز المشاركة واعتماد أو إدماج بعد الإعاقة في التركيبات ديال هاد الآليات. كذلك يمكن استشهاد واحد جريمة. دائما عندنا دعم، هو دعم أجنبي أو دعم من منظمات التعاون الدولي. جريمة ديال الفضاء التجاوري للولوجيات أو الفضاء التجاوري حول الولوجيات، واللي هو شكل من أشكال ديال الحوار والتواصل وتمثيلية الأشخاص في وضعية الإعاقة طبعا بمختلف الفئات ديال الإعاقة، وكذلك الفاعلين الآخرين، وهي فرصة للفضاء للتعبير وفرصة للنقاش وفرصة للاستماع وللحوار. إذن جمعية الحمامة البيضاء نشأت هذا الفضاء هذا منذ 2014، تأسس رسميا في نهاية 2012 عفوا، ولا زال مستمرا إلى يومنا هذا، ونبحث عن تطويره وعن العمل والإبداع داخلي به كي نزرع في ذلك الروح، وكذلك للقيام بهذه الأدوار ديالو. كذلك النموذج الثاني واللي كيعرف نوعا ما نوع من التعطل ونقولوها نظرا لنفس المسألة، هي مسألة ديال التمويل الخارجي أو التمويل التعاون الدولي، اللي هو مجموعة العمل التفكير حول الإعاقة والجهوية. وبالتالي هذا هو واحد الفضاء آخر فيه مكونات متعددة من الفاعلين، سواء كانوا في المجتمع المدني أو من خارج المجتمع المدني، متخاذون، مديريات مصالح، للتناظر، للحوار، للنقاش حول وضعية الأشخاص في وضعية الإعاقة، وإعداد سياسة عمومية لتكون منسجمة وكذلك أو تأخذ بعين الاعتبار بعد الإعاقة في التخطيطات، سواء كانت برامج تنموية أو برامج ديال الجهة. إذن نفس المسألة كنكرروا كنقولوا على أن جمعية الحمامة البيضاء حاولت ما أمكن في إطار طبعا هذا الشيء ديال التمويل الدولي، كذلك أنها تأسس ما يسمى بالتنسيقيات المحلية. التنسيقيات المحلية للإعاقة، وكانت هناك محاولات جريئة لا من داخل الشفشاون ولا من داخل العرائش ولا من داخل طنجة ولا وزان، على أن هذه التنسيقيات يجب أن تلعب هذا الدور، دور الحوار والتواصل والتشاور العمومي حول قضايا الإعاقة. إذن بالفعل عندنا إمكانيات، لكن هذا التناقض أو هذا التناقض ما بين الأدوار التي أسندها المجتمع أو الدستور إلى المجتمع المدني، واللي اليوم أصبحت كبيرة عليه. كيفاش ممكن على أنها تكون قادرة على أنها تسير هذه الأدوار إلا ثلاثة ديال المداخيل؟ الأولى هو طبعا ضرورة إصلاح منظومة المؤطرة أو المنظومة القانونية والجبائية والمالية التي نشتغل فيها كجمعيات ونشتغل بها كجمعيات. المسألة الثانية هي ضرورة تأطير الجمعيات ورفع من القدرات ديالهم في هذا المجال، أنهم يعزوا ويضمنوا استمرارية
ديال تواجده كموضوعي، تواجده كعدد داخل هذه الهيئات، واللي يمكن على انها ما كتعطيش ما كتكلفش الكثير، كتكلف فقط المتابعه، كتكلف كذلك الحضور، كتكلف كذلك على اننا نكون متطلعين ومتطلعات بالقضايا الحقيقيه. احنا شفنا القضايا الحقيقيه اليوم كيتكلموا عليها الاخوان في التجارب وفي التجربات ديالهم، قضيه كيفيه اخراج الشاب او الطفل من العزله ديالو من المنزل ديالو الى الفضاء العمومي ليتمتع او ليأخذ من حقه في الفضاء العمومي، سواء كانت في الآليات ديال الحوار والتشاور، سواء كان في الفضاءات ديال الترفيه والترفيه طبعا، من مسرح، من فضاءات الخضراء، من كل الفضاءات اللي ممكن اننا نستعملها كمواطنين ومواطنات. اذا هذه انا اعتبرها مائده مستديره، هذا مجموعه ديال الافكار اللي كنتقسموها.